قدرتش اوصل لصوت الشعب تحت في مجلس النواب. كلنا كنواب مصر مسلمين قبل مسيحيين حاولنا كثيرا ان نثير قضايا الاباط، انتهاكات اللي بيحصل للمصري القبطي في المنيا، واولهم الحاجه سعاد واخرهم اللي مات في قريه المنيا، وغياب القانون وخروج بيت العيله بالمصالحات العرفيه. فالنهارده ده صوت الشعب، وده وجع الشعب، وده الم الشعب، وعلى المسؤولين ان يدوا انتباه لصوت الشعب. نحن خايفين على الدوله المصريه، مش خايفين على اقباط، خايفين على ازدياد الصوره من الاعتداءات الطائفيه اللي توصل الى حاله من حالات عدم الاستقرار المجتمع. فاحنا هنا، انا جيت هنا، انا وصلت لمجلس النواب من خلال الشعب ده، ومن خلال وجع الشعب ده، ومن خلال ظلم وقع على الشعب ده سنين فاتت. قامت ثوره 25 وقامت 30، وبنقول ان ما زال الظلم موجود. معقوله بعد ما طلعنا وبعد ما الناس دي دفعت الثمن، كلها مسلمين ومسيحيين دفعوا الثمن، في عندنا شهداء وفي عندنا احداث وفي عندنا معاقين بسبب الثورتين، وما زلنا بنعاني اقتصاديا بسبب عدم الاستقرار، ما زلنا بنعاني سياسيا بسبب عدم الاستقرار. يبقى ليه بنأخر الاستقرار المجتمعي؟ قانون كنائس هيتم طبعا، لكن انا بتكلم على دور حضرتك الشعب في مجلس الشعب لوصول الامن عليهم لحقوقهم. انا وغيري لم نستطع، قدمنا مطالب كتير بتقاصي حقائق، بطلبات احاطه، من طلبات جلسات خاصه، من مجال استماع، ولم ننجح الا مؤخرا عندما نجحنا مع كومي اللوفي علشان نسمعهم، لانهم خرجوا من بلادهم هربانين، لانه مفيش امن يحميهم من اللي خرجوا، ال 19 اللي خرج من السجون يهددوهم ويقول لهم كده، يعني اكيد كلمات كيديه، ان احنا خرجنا اهو من السجن. ازاي نوصل بينا ان احنا نعلي صوت الظلم على الناس؟